الكورن اللي هو الصفر بتاعي في اي نقطه موجوده اقدر احسب نسبه سين وصاد اسمه نظام احتساب. ممكن اجيب نظام تاني في حته ثانيه اقول والله لا انا هخلي الصفر بتاعي هنا فهقيس بالنسبه له هو ده اسمه دبليو جي فور ده اسمه عين العبد ده نظام احتساب. لكن نفس البيان نفسه يعني حضرتك كده في مكانك لو عرفت هتضيف المكان ده طب هو مثلا 5 متر في اتجاهه و4 متر في اتجاهه طب لو خليتها من المحور بتاعي هنا هتلاقي التتابع متر في النظام التاني نفس الشخص نفس المكان الحساب بتاعته هيتغير طبقا للنظام فهي نفس البيان موجود في نظامين النظام العالمي وده عملناه ليه عشان الناس اللي بتشتغل المكاتب الهندسيه بتشتغل باجهزه الجي بي اس ده على طول مباشره الداتا بتيجي من الدبليو جي اس 84 فعشان ما يعملش تحويل لنظام الامانه حضرتك كمستخدم الامانه انا اشتغل هنا لا بتشتغل على حسب الاداره بتاعتك يعني في مثلا الخرائط بتاعت الكوكيات بتيجي الموجوده كلها في عين العبد زمان الخرائط الموجوده في الامانه لما بتيجي معامله يحتاج البيانات بتاعته على نظام الامان فبيخش على طبقه بتاعت 272 في بعض الادارات الثانيه زي اداره المساحه مثلا بيجي رفع مساحي بالجي بي اس على دبليو جي 64 فعشان ما اخدش انا دبليو جي 64 وابتدي اعمل ترانسفورميشن بره الفرع يعني الاخوان في اداره المساحه مشكورين يعني عملوا مجهود في عمليه ايجاد علاقه هي عمليه شويه رياضه حسابات بعمل علاقه حسابيه بين النظام ده والنظام ده فلو عندي البيانات موجوده في عين العبد اقدر احولها لدبليو جي 64 والعكس فعشان عمليه التحويل دي لو واحد مش متخصص ممكن بتقابله بعض المشاكل فعملنا له طبقتين جاهزين هو عنده الداتا جايه دبليو جي 4 يشتغل على دبليو جي 4 مباشره جاله الداتا على العب يشتغل على العب مباشره الداتا النهائيه دي اللي موجوده الكتيب اللي حضرتك ده على عين العبد لغايه دلوقتي لكن بمنتهى السهوله في عندنا سوفت وير سهل جدا بياخد الطبقات دي كلها ينقلها لدبليو جي 4 يعني يكون متوفر عندنا ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا بس اذا قلت لك كانت العمليه ستيب باي ستيب ناخدها خطوه خطوه فالخطوه الاولانيه ان احنا عملنا قاعده موحده وحدث البيانات على عين العبد اللي هو النظام الاساسي بتاع الامانه عمليه التحويل دي بمنتهى البساطه بعد ما خلاص يبقى سيتد والقواعد تبقى اسهل هنحولها كلها تبقى في عندنا برضه قطاع لتين بيانات واحده عين العبد واحده بلوس شكرا في اي استفسارات اخرى او اي اسئله طيب اسيبكم مع المهندس محمود كان هدف من الاهداف اللي احنا عملنا عشان المستخدم ازاي اي يوزر في امانه جاب ده يقدر يبص على البيانات الموجوده عندنا في مركز الوصول المعلومات
حبيت اعمل كونكشن على كتير من الداتابيز الموجوده عندنا الموجوده في الكتيب اللي هي مشروحه في الداخل الكتيب، مجرد بس ان انا اختار الداتابيز بتاعتي ببدا